بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء 28/21 تسلمت مديرية أوقاف الغربية دفع العاشرة من لحوم صفوف الأضاحي ومقداره 4 أطنان، ليصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى الآن 36 طن. وصلت إلى محافظة جنوب سيناء سيارات وزارة الأوقاف محملة بالدفعة الخامسة من لحوم صفوف الأضاحي. وصل من لحوم الأضاحي إلى محافظة جنوب سيناء حتى تاريخه 10 أطنان من وزارة الأوقاف. اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021، لقد وصل إلى مديرية الأوقاف سوهاج الدفعة 9 من لحوم صكوك الأضاحي، وهي 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي. وبهذه الكمية يكون قد وصل إلى مديرية الأوقاف سوهاج 34 طن من لحوم صكوك الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تسلمت اليوم مديرية أوقاف أسيوط الدفعة 9 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، يصل إجمالي ما تسلمته المديرية 34 طن. والله أكبر.